مساء الخير يا كابتن. مساء الفل يا حبيبي، وحشني. وحشني يا كابتني والله. اخبارك ايه؟ انا كويس يا حبيبي، كله تمام، كله بخير الحمد لله يا حبيبي. كنا كابتن احمد بنتكلم طبعا النهارده من 14 سنه، طبعا كان في خبر صادم لينا كلنا، والكابتن طبعا محمد عبد الوهاب الله يرحمه توفى زي بالظبط، خلينا بكل زي بكره يعني 31 اغسطس 2006. كان يوم مؤلم جدا جدا بكل تفاصيله، وكنت جنب الحدث يمكن ب 10 سم. كنت جوه الملعب طبعا جنبه. لا، في نفس الدايره اللي فيها محمد، بتاعت مواقع محمد وقع جنبي انا. اشرح لنا يا كابتن برضو يعني الله يرحمه ازاي يعني فجاه كده. كان بالليل في الاستوديو بيسجل، كان مهرجان الاعتزال للكابتن سيد عبد الحفيظ، ووقفنا في الجيم سوا الصبح، كان تمرين صباحي، وبيحكي لي بقى على التكنيك بتاع المزيكا والتراكات، وتأول كان اول مره يشوف يعني تسجيلات جوه استوديو وحاجات، والمزيكا بتلعب الاول لوحديها وبعدين هو بيخش يركب صوته. كانت حاجات جديده عليه، بيتكلم بمنتهى يعني ما كانش في اي حاجه، طبيعي جدا، مؤشرات خالص بالمره. قعدنا هزرنا وقلنا له يا مطرب، وانت عارف بقى الاجواء دي بتبقى عامله ازاي وبس. وبعدين قعدنا القعده بتاعتنا اللي هي اللي بتاعت بتسمينا الزي اللي على الخط دي، اللي بنقعد نضحك فيها شويه، احمد السيد والناس المهرجين وبركاته. وبعدين نزلنا الملعب، بدانا بالدايره. الدايره شغاله، جات له كوره بصاها وراح واقع. فيعني استغربنا، وبعدين بنبص عليه لقيناه ما فيش يعني نفس خالص. صرخنا الدكتور ايهاب علي، دخل الاسعاف على امل انه هيروح يعمل استفاقه يعني مثلا ويجي، لكن طبعا ما يغلاش على ربنا يعني فعلا كانت اخر كوره بصاها في حياته. وبعدين رحنا بقى على الفيوم، كان يوم صعب جدا في الفيوم طبعا، اهله يعني طبعا ست فاضله جدا، كان يوم صعب علينا جدا جدا طبعا، لانه اساسا ان كلنا هنموت، لكن يعني شخصيه بالنوعيه دي وبالبراءه دي وبال يعني ملاك ملاك فعلا، صفات ملاك وتصرفات ملاك، وحاجه يعني ربنا يرحمه يا رب. والحمد لله 14 سنه فاتت كل سنه يجي معاد موته كل الناس بتفتكره. ده حقيقي، ده حقيقي. 14 سنه من النهارده بالظبط، يعني كل الناس وكل على وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا كلها بتتذكره وبتكتب عنه. ده دليل يا كابتن ان الناس فاكراه، وده دليل ان هو لا موجود. سيرته حلوه بالظبط، الانسان بيموت لكن سيرته بتفضل. ده صحيح، ده صحيح. كابتن احمد طبعا يعني الله يرحمه طبعا، لكن خليني اروح مع حضرتك لملف سموحه. يعني كان في يمكن بدايات بعد كورونا كان في تذبذب شويه في النتائج، النتائج بدات تتحسن بشكل جيد جدا، فعايزين حتى في ترتيب الجدول، وعايزين نطمن من حضرتك على سموحه، وكمان طموحات التارجت لسموحه ايه السنه دي، انه يكون في المنطقه الدافئه، ولا كمان عنده طموح اعلى انه ممكن يخش من ضمن الاربعه الاوائل في جدول الدوري؟ لا، هو نادي سموحه نادي كبير طبعا، طبعا الاداره يعني مركز مع فرقه الكره جدا، مهندس فرج عامر وجهاز فني على مستوى رائع جدا، الكابتن حماده الصدقي، كابتن احمد عبد الفتاح، وكابتن جعفر، ومعنا معد بدني انجليزي سرويلي، ومجموعه لاعبين رائعين يعني، مجموعه لاعبين بجد بجد من عشرتي ليهم، طموحاتهم كبيره، واحنا طموحاتنا كمان كجهاز يعني ان شاء الله باذن الله. لعبنا اربع خمس مباريات، فيهم مباراتين فيهم سوء يعني فعلا توفيق بجد في اخر دقيقه في حاجات زي كده، اكيد طبعا كره القدم فيها كل حاجه طبعا، ده اكيد. الحمد لله، وانا شايف ان المجموعه دي مع الكابتن حماده ان شاء الله تعمل حاجه كويسه ان شاء الله. انتوا دلوقتي اعتقد في المركز السادس يعني قريبين يعني الامور مش بعيده قوي، فكل طبعا التوفيق لكابتن حماده، وانت كمان موجود كابتن احمد ناجي، انت خبرات كبيره جدا جدا، وانا عاشرتك في المنتخب، انت كمان خبراتك يا كابتن ما بتبقاش في الملعب بس، انت كمان خبراتك بتنقلها للعيبه، حتى المدير الفني بيستفيد منها، وكابتن حماده صدقي من المدربين الكبار، فاعتقد ان شاء الله عاملين ثنائي رائع مع طبعا بقيه الجهاز الفني. قاعد على يعني كل اللي بيطلب مننا بنعمله الحمد لله، وانا شايف انا متفائل جدا يعني ان شاء الله الفتره الجايه.
ان شاء الله كل التوفيق يا كابتن لحضرتك والكابتن حماده صدقي والنادي سموحه وكل الانديه المصريه، وان شاء الله بقى عايزين نشوفك في البيت الكبير برضه. طبعا طبعا يعني شرفني انا. يا ريت مثال وسؤال يا كابتن. طبعا الكابتن محمد عايز يسال حضرتك سؤال يا كابتن. كابتن احمد. كابتن ناجي اهلا بيك. ايه يا اوسي ازيك يا كابتن عامل ايه؟ ازيك يا اوسي عامل ايه؟ مبروك الفوز بالثلاثه في الماتش الاخير. الحمد لله بدات تنتع اهي شويه. لا ماشي ما شاء الله، ده انتوا داخلين بشكل قوي وشكل مميز يعني. الحمد لله. طبعا ما ينفعش تبقى معانا وما نسالكش عن حراس المرمى، حراس المرمى بعد العوده بعد كورونا يعني شايف ادائهم عامل ازاي وشكلهم ازاي؟ وعايزك برضو تركز لي اكتر على محمد الشناوي وخصوصا بعد ادائه في الفتره الاخيره مع النادي الاهلي. محمد الشناوي من كاس العالم والبطوله افريقيا يعني واضح ان هو مستمر على نفس الاداء ومستمر. طبعا تحيه كبيره لمدربه اللي محافظته على المستوى ده في النادي الاهلي. هو محترف بشكل رائع جدا جدا، اشتغل على نفسه وعارف يعني ايه معنى كلمه احتراف بشكلها الحقيقي. يعني انا بقول له انا فخور بيك وبجد بجد. لسه كان في بينا كلام من يومين ثلاثه وقلت له كده، بس انا يعني فخور بيك. يعني الدوري المصري فيه حراس كتير كويسين. حارس الاتحاد عماد السيد عامل ثلاث اربع ماتشات بعد العوده من الكورونا كويسين جدا. محمود جاتش انبي حارس واعد قوي عنده ثبات كويس. عندنا عمر صلاح لعب الاربع خمس ماتشات اللي فاتوا يعني عمل مباريات كويسه جدا. ويعني في غياب الكابتن هاني سليمان لانه طبعا بعد وقف ثلاث مباريات وبعد كده جاله كورونا ربنا يشفيه ان شاء الله ويرجع لنا قريب باذن الله. في ابو جبل طبعا مأدي مباريات كويسه جدا. ابو السعود مع نادي المقاولين. حراس كتير يعني بصراحه. مركز حراسه المرمى في مصر عامر واحمد يحيى في الانتاج الحربي لهم مستوى برضه. حراس كتير مش عايز انسى حد. مركز حراسه المرمى في مصر مبشر وبخير وما فيهوش اي قلق. وانت كنت دايما يا كابتن احمد حتى في وجودك في المنتخب كنت بتطمن حتى الاجهزه الفنيه، يعني اجير كان بيسالك كنت دايما تقول له لا حراسه المرمى. لا كنت دايما فاكر يعني بالظبط. انت كنت حاطط 8 او 7 8 حراس من 1 ل 8، فدايما دايما يعني الدوري المصري اعتقد حراس المرمى على مستوى عالي جدا. يعني لو بصيت على دوريات ثانيه مش هتلاقي العدد الكبير. لكن عايز اسالك اخر سؤال يا كابتن احمد، الجزء اللي ظهر وانا لاحظته في محمد الشناوي انه بدا كمان بشكل اكتر من رائع، انه بيبني من تحت الهجمه كويس، انه بيلعب برجله كويس قوي. وانا فاكر انت حتى في بعض التدريبات في المنتخب كنت بتركز على ان حارس المرمى خلاص بدا يلعب برجله. محمد الشناوي عامل اسيست في المنتخب ده من زمان خالص بالظبط. يعني لا في الفترات الاخيره اللعب بالقدمين لانه كنا عارفين ان كره القدم هتتطور بشكل ده صحيح واخر، لانه اللي بيعمله محمد الشناوي احنا في زمان جدا جدا بنشتغل عليه. لكن هو طبعا دلوقتي في فترات من المباراه بيلاقي فرصه هو ان هو يستخدم المهاره دي زي ما استخدمها في المباراه اللي جاب فيها مروان الكولر، عمل اسيست لمروان. طبعا طبعا طبعا. وهو اساسا طبعا معدل القوه البدنيه عنده والتناسق العضلي والحاجات دي كلها كله موجود حاجه بيرفكت يعني ما شاء الله عليه. كل التوفيق طبعا للشناوي ان شاء الله بيستمر بهذا المستوى. كل التوفيق ليك يا كابتن احمد، وزي ما وعدتنا كده مستنيينك في البيت الكبير وتشرفنا ان شاء الله قريب جدا. ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله. شكرا ليك يا كابتن. شكرا ليك. شكرا ليك.